الغوص في عمق الأرض والاطلاع على ما يخفيه من أسرار، حلم طويت صفحته منذ عقود بعد أن تحطمت طموحات الأمريكيين والسوفييت أمام ما وصف وقتها بأبواب الجحيم. قالوا لم نستكشف بعد جميع ما على قشرة كوكبنا، فما بالنا وبال أعماقه؟ اليوم يبدو أن للصين رأياً آخر، تريد أن تجرب حظها في هذا الميدان المخيف. على خطى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، بدأت الصين بحفر أعمق بئر لاستكشاف باطن الأرض. في حوض تارم بمنطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم شمال غرب الصين، بدأت عمليات الحفر لعمق يصل 10,000 متر، والهدف استكشافات علمية كما تقول الصين. هذه الاستوارات تم تصميمها بعمق يزيد عن 11,000 متر من أجل التوغل والغوص في طبقات الأرض. صممت لتخترق 10 طبقات قارية بما فيها أرض الحقبة الطباشيرية. إن حفر بئر بعمق يزيد على 10,000 متر هو محاولة جريئة لاستكشاف المنطقة غير المعروفة من الأرض وتوسيع حدود الإدراك لدى الإنسان. في 24 مايو من عام 1970 بدأ الحفر في بئر كولا بمدينة زابوليارني في الشمال الغربي من الاتحاد السوفيتي. وقتها تم تحديد عمق الحفر المستهدف ب 15 كيلومترا تحت الأرض، لكن وبعد الوصول إلى عمق 12 كيلومترا توقف العمل. درجات الحرارة ارتفعت لنحو 180 درجة مئوية في عمق يمثل نحو ثلث سمك القشرة الأرضية. في عام 1992 توقف المشروع بشكل كامل، وعام 2008 تم إغلاق هذا الغطاء المعدني ليخفي تحته أعمق بئر في العالم إلى الأبد. روايات وأقاويل كثيرة انتشرت حينها عن أسباب توقف المشروع. قيل إن العلماء سمعوا أصواتاً مرعبة تشبه الصراخ البشري وكأنها أرواح تستغيث، وقيل أيضاً إن العمل توقف لأنهم وصلوا إلى مشارف أبواب الجحيم. عندما أجرينا مقابلة مع مدير مشروع الحفر الجيولوجي دكتور ديمتري زاكوف، أكد لنا حقيقة هذه المزاعم وأن الجيولوجيين كانوا مذهولين بعدما حفروا عدة كيلومترات في عمق القشرة الأرضية وسمعوا أصواتاً لبشر يصرخون. الحكومة السوفيتية آنذاك نفت تلك الشائعات، معلنة أن أسباب توقف الحفر كانت اقتصادية بحتة، وأن العلماء خرجوا بفوائد للبشرية كاكتشاف وجود مكامن غنية من الذهب والماس على عمق 9 كيلومترات وكميات ضخمة من غاز الميثان في أعماق الأرض، وأن عينات التربة من هناك تشبه في خصائصها تربة القمر، ما يعزز الفرضية القائلة بأن القمر والأرض كانا شيئاً واحداً في وقت ما. تنقسم الأرض لثلاث طبقات رئيسية: القشرة الأرضية التي لا تمثل سوى 1% من حجم الأرض، ويبلغ سمكها أسفل المحيطات من 5 كيلومترات إلى 8، أما أسفل القارات فيبلغ 32 كيلومتراً. الطبقة الثانية وهي الوشاح، ويشكل أكثر من نصف حجم الأرض بسمك يبلغ نحو 2900 كيلومتر. أما الطبقة الثالثة وهي لب الأرض، فتتكون من لب خارجي وداخلي. الخارجي سمكه يصل 2250 كيلومترا بدرجة حرارة تبلغ 5000 درجة مئوية. أما اللب الداخلي فيقدر سمكه بنحو 1287 كيلومترا، ويحوي كميات هائلة من المعادن الثقيلة، وهو السبب في وجود مجال مغناطيسي لكوكبنا. مشاريع كثيرة أخرى لاستكشاف باطن الأرض توقفت تماماً، ومنها المشروع الأمريكي ومحاولات أخرى لألمانيا واليابان. فهل تنجح الصين بما عجز عنه الآخرون؟